ما رأيك في إضرابات المعلمين وفيما يطالبون به؟ نعم، شكرا على الاستضافة. معكم يوسف علاكوش، الكاتب العام لجامعة حرة للتعليم. نعم. في البداية لابد أن أشير بأن الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد عبروا عن وعي كبير وعن مسؤولية وطنية، باعتبار أن الحركات والأشكال الاحتجاجية لم تكن دائما يعني من البداية موجهة من أجل استعمال وقت المتمدرس وحقهم في التمدرس، بل كانت تراعي دائما هذه الموازنة بين المطالبة بالحقوق وأيضا ضمان حق التمدرس. والشاهد على ذلك أن التنسيقية والأطر الذين قاموا بالاحتجاجات الأساسية التي فرض عليهم التعاقد كانت احتجاجاتهم متقطعة، لم تبلغ أكثر من 20 يوم خلال نعم. الموسم الدراسي. كذلك أشير أنها لكن توقفت نعم بشكل نعم مباشر مع الجائحة، اسمح لي سيد علكوش، وبالتالي سيد علكوش، مطلبهم عادل. نعم نعم المراسل أعتقد بأنه غطى هذا الجانب في التقرير الميداني، لكن أنا أسأل عن تقييمك أنت، هل يحق لهؤلاء المعلمين أقول بأن الاحتجاج والإضراب مثل ما نعم يفعلون الآن؟ نعم أولا الاحتجاج والإضراب هو حق دستوري، حق مكفول دستوريا في المغرب، وبالتالي مطلبهم هو مطلب عادل. يطالبون بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، لاعتبار أن الأمن الوظيفي أحد أهم الركائز من أجل تحقيق شرط التعلم. فلا يمكن أن تستمر المدرسة المغربية بأطورين بإطارين، إطار رسمي تابع للوظيفة العمومية وإطار آخر تابع للأكاديمية أو بالتعاقد، وبالتالي هذا التمييز يزيد شرخا في المدرسة المغربية. نعم. أيضا دعنا ناخذ رأي السيد نور الدين عكوري. نعم. من مراكش، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، ما رأيك في الاحتجاجات وما ينتج عنها من إضرابات وما تسببه في العملية التعليمية في المغرب؟ ألو، نعم سيد عكوري. السلام عليكم، معكم نور الدين العكوري، رئيس عليكم السلام الفيدرالية ورحمة الوطنية لجمعيات أمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب. نعم. فيما يخص كنقولوا الإضرابات، ملي تنقولوا الإضرابات هناك هدر الزمان التعلم للتلميذات والتلاميذ، والأكبر متضرر في هذه العملية ديال الإضرابات هما التلاميذ، وضرب في العمق ديال المدرسة العمومية، لأن ملي كنقولوا أن الإضراب معنى أن واحد الزمان المدرسي كيضيع للتلميذات والتلاميذ، وإعادة هذا الزمان المدرسي ما حضرش الآن في ظل هذه الجائحة، لأن احنا الآن في ظل الجائحة كاين الصيغات اللي كتشتغل بها المؤسسات التعليمية خصوصا العمومية، هي الصيغة ديال التناوب، وهي فيها هدر الزمان ديال التعلم للتلميذ. ملي غادي هاد الاضرابات اللي هما كثروا الان بالنسبه ل يعني بالنسبة يعني انت بالنسبة ضد الاضراب سيد عكوري، انت ضد الاضراب من قبل المعلمين؟ احنا مع تسويه هذا الملف ديال الاساتذه ديال اللي عندهم التوظيف الجهوي، خاص هذا الملف يتفتح امام الحكومه وتسوي هذا الملف نهائيا، اغلاق هذا الملف نهائيا باش نرجعوا للعادي، باش يولوا التلاميذ يقراوا الاوقات ديالهم عاديه وما يكونش هذا الهضر ديال الزمن المدرسي. ملي تنقول لك الهضر ديال الزمن المدرسي راه يصاحبه الهضر المدرسي من المؤسسات التعليميه، هناك مجموعه ديال التلاميذ الان اللي هما اصبحوا في الهضر المدرسي، والملحه ديال الهضر المدرسي ارتفع. اذا هذا الملف ديال الاساتذه اللي هما عندهم توظيف جهوي المتعاقدين خاصو يعاود يرجع الملف، خاص الحكومه تفتح هذا الملف وتصفي هذا الملف مع الاساتذه، باش حنا كلنا لان الاساتذه عندنا في كي قال السي يوسف، الاساتذه في المدرسه المغربيه عندنا بحال خاصهم يكونوا نفس النوع اللي عندنا في الاساتذه. نعم. بالحديث عن التسويه، هذه نقطه انقلها الى السيد علكوش من الرباط. سيد علكوش، يعني انت قلت بنفسك بان هذه الاحتجاجات او هذه الاضرابات او المطالب من قبل المعلمين اللي تعاقدت معهم الدولة ضمن المسيرة التعليمية، هذه ليست جديدة، خرجت قبل وقت يعني ومتكررة. كيف ترى تعامل الدولة السلطات في المغرب مع هذه المشكلة ومع تلبية مطالب المعلمين إن كانت عادلة مثل ما تقول؟
أنا أرى بشكل مباشر أن الحكومة الآن هي التي تمارس السياسة في هذا الملف، باعتبار أن قطاع التربية والتكوين يجب أن يكون بعيدا عن ممارسة السياسة، يجب أن يكون بعيدا عن كل المزايدات. الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يطالبون بحق مشروع هو تحقيق الأمن الوظيفي، أي الهروب من الهشاشة الوظيفية التي لا يكفلها هذا نظام التعاقد. وبالتالي حتى الحكومة كانت لديها رؤية ارتجالية في تدبير هذا الملف، فبدأت بالتعاقد في قرار مشترك في 7 أكتوبر 2016 لنجد أنها تعدله مرة أخرى لتسميهم أطر الأكاديميات في 13 مارس 2019، لنجدها أيضا تفكر فيما يسمى بالتوظيف الجهوي لا وجود له مع قانون 070 الذي لا ينص بالمطلق كأكاديميات على أن هناك وجود لموظف جهوي. وبالتالي كل هذه المراحل تؤكد بالملموس أن الحكومة ليست لها رؤية في تدبير المورد البشري على مستوى هذا الملف، وبالتالي لا يمكن أن يستقيم أو نتحدث على الهضم المدرسي في غياب رؤية واضحة لاستقرار أهم ركن من أركان العملية التعليمية وهو المورد البشري، هما الأطر الإدارية والتربوية. واليوم إذا نعم. تحدثنا عن الهضم المدرسي فعوامله متعددة، ليس مرتبطة بالاحتجاجات الأساتذة، لكن مرتبطة بمجموعة من الظواهر، مجموعة من العوامل التي تذكرها تقارير وطنية ودولية حول المنظومة التعليمية. لكن نقول بأن الحكومة تتحمل جزء كبير في هذا الملف، لأن كان عليها أن تباشره بشكل قوي، باعتبار أن الدولة المغربية تعتبر أن التربية نعم. والتكوين هي القضية الأولى بعد الوحدة الترابية. طيب اليوم على بالحديث عن الحكومة مسؤوليات أن الدولة، تنهي هذه نعم الأزمة. بالحديث عن مسؤوليات نعم الدولة أنتقل إلى ضيفنا سيد عكوري. سيد عكوري، يعني إن كانت الدولة أو المنظومة التعليمية في المغرب بحاجة إلى كل هؤلاء المعلمين الذين تعاقدت معهم طوال الفترة الماضية، لماذا لا تلحقهم بالكادر الوظيفي الرسمي ضمن كادر الدولة مثل باقي القطاعات؟ يعني ما الذي يمنعها من ذلك؟ كتعرف بان المغرب داخل في خضم الاصلاحات، ومن ضمن هذه الاصلاحات هو فك مجموعه ديال الاكتظاظ اللي كاين في المؤسسات التعليميه العموميه، لان ظاهره الاكتظاظ هي التي ادت لهذا التوظيف الكبير ديال الاساتذه لعدم توظيف جهوي. حنا الان كاباء وامهات اولياء التلاميذ بالنسبه لنا هاد الاساتذه خاصها تسول الوضعيه ديالهم من طرف الدوله، واللي خاص الامور ديال هذا الملف كي قلت في الاول خاصو يكون طوى نهائيا، لان اللي كانوا اكبر متضررين في هذه العمليه هما الاغلبيه ديال التلميذات والتلاميذ اللي كاينين في المدارس العموميه وخصوصا في العالم القروي، لان كنعرفوا بان الاغلبيه ديال الاساتذه المتعاقدين هما التحقوا بالعالم القروي، ومن كنلقاو هاد التلاميذ هما بالنسبه لنا حنا هما متضررين دائما في العمليه التعليميه التعلميه، والان في ظل هذه الاضرابات ضروا اكثر، وهذه سنوات، هذه تقريبا واحد 4 سنوات، وهي هذه الاضرابات متكرره وعدم تعويض التلميذات والتلاميذ ما تم هدره من زمن التعلم. اذا احنا كنادوا بصفتنا احنا كفدرية وطنيه على الحكومه باش تجلس مع هذه الاساتذه المتعاقدين وتحل معاهم هذا المشكل، لان هذا المشكل غيضر بالمنظومه التعليميه وخصوصا المدرسه العموميه، لان ملي كنلقاو احنا كاسر ان الابناء ديالنا ما كي زمن التعلم ديالهم كيتهدر في المؤسسه، اذا لابد ما كنقلبوا على الجهات الاخرى والجهات الاخرى نرجو هو التعليم ان تصل الخصوصي. هذه الدعوات وتجد اذان صاغيه.